من أنت؟ أنا هو ظل توغاي جاموها. تحدث. ده مع عثمان ويكراكوم، وأنت تتساءل عن الذي أخبرنا بمكانكم، صحيح؟ هيا تحدث. لا تقتلني، اذهب ولطخ يدك بدم عثمان. أخبرني. هيا. الذي باعكم هو نيكولا، هو يريد التخلص من توغاي. يريد نيكولا أن يجعلنا نحن وقبيلة الكاي نتواجه وجها لوجه، لكن لماذا يفعل هذا؟ من الواضح أنه قد تقرب من السيد أمور. لو أن توغاي أخبرني لجلسنا وتحدثنا ولا أخبرته بكل شيء. لو أن توغاي وثق بي لما مات هذا العدد من جنودكم. انتظر خبرا من توغاي.